وجرستنا وفرجت علينا الفرح كله وفي الاخر وانا عملت حاجه يا روحي؟ بصي يا عمر انا مش هتكلم كتير. مش هتتكلمي كتير؟ ده انت بقالك 3 ساعات من ساعه ما جينا من الفرح وانت نازله تني 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 تني، ده ابويا والعيال طلعوا ناموا قربوا يصحوا وانت لسه شغاله. ما انا مش فاهماك يعني، انت عايزني اشوفك كل شويه طلع لي في موضه واسكت؟ هو شويه ستات وشويه غنى انت ما ينفعش تعيش بني ادم طبيعي ابدا؟ اه ياما، هو يا النسوان يا الغنى، انت حقوده اساسا، واحده غيرك كانت مسكت الدف ووقفت ورا جوزها. اتفضلي اطلعي اتخمدي. مش طالع. اطلعي. مش هطلع. طب اتفضلي اطلعي بره. ما بهزرش يا عمر، اتفضل اطلعي انت، انا اتخمت هنا. تحرقي بقى ولا تروحي بقى في داهيه؟ بجح، قال لي الفني يا النسوان قال. هتطلعي فوق ولا لا؟ مش طالع يا عمر. اه يا سلمى، يا الغنى يا النسوان، اختاري بقى. عدي يومك يا عمر. نسوان طبعا يعني. هو مين اونلاين دلوقتي؟ سكر سكر حلوة الدنيا سكر. ايه ده عمر، انت رجعت للعط تاني ولا ايه يا بنت اللذينة؟ انت بقالك 3 سنين اونلاين. بس ايه القمر ده، وحشتني. وانت اوحش. بقولك ايه بقى، ما تيجي نظبط الاداء زي زمان بقى. ها بطل قلة ادب لمراتك تشوفك. مراتي ايه يا بنت، انت عبيطة، دي بومة. انما انت بقى عايز ايه؟ هنغمض احنا الاثنين مع بعض وتديني ارخص حاجه عندك، ارخص ما يمكن اهداره. غمض ومد ايديك، اول ما افكر فيك هتحس باللمسه. اوبا، صدقني بدات احس باللمسه. بقول لك ايه، اول ما اقول اوبا تفتح عينيكي هكون بدأت بعنف. انت بتصرخي، احنا هنستعبط، انا لسه عملت حاجة، ده احنا لسه يعني ايه ده؟ انت اهو نسوان تاني يا عمر، نسوان تاني. بمناخيرها وبتشوف ظهرها. القفشه السيس دي. يا ملك يا ليلى الحقوني. اشرب 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 يا حبيبي اشرب. الحمد لله، الف سلامة عليك. هو ايه اللي حصل؟ سمعنا صوت تجرين عليك لانك واقعه هنا، فصحينا بابا وهو اللي انقذك. كنت نايم. ايوه انت كنت بتخوني يا عمر. ايه؟ ما تبطلي فطرة بقى يا شيخه. الله، هو الملك كان بتنيل نايم. انا مش عارفه مالي، دي سابع مره في نفس الشهر يجيلي تهيؤات. ام سوري يا عمر بجد. ولا انا هفضل جنبك لحد ما اجيب اجلك، لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك وتخفي. انت تعبانه يا سلمى بجد، انا كنت اموت فيها. بعد الشر عليك. بس الظلم وحش يا سلمى، الظلم وحش. لا يا عمر خلاص، لا ما تقفرش يا عمر، وبعدين ما ترسى عامل مصيبه في الفرح يعني. طب اشربيها بقى كله كله. على العموم انا اللي غلطان، لان قاعد مع ناس عواجيز زيكم، انا خايف تعدوني يا عم. ده طبعا على اساس انك شاب مراهق مش كده؟ فاكر يا رشدي زمان قبل الزحمه كنت اضرب بعيني كده اشوف القلعه، اضرب بعيني كده اشوف الهرم، اضرب بعيني كده اشوف النيل. الله يا دكتور، الله يا دكتور، لو كنت تعبت سيكا يا دكتور كده وضربت عينك كده كنت شفت برج ايفل. يا كابتن شفيق، اخبار محمد ايه؟ سلام عليك. اقعد يا فالح، اقعد يا مجرسنا. ايه اللي هببته امبارح بالليل ده؟ يا خبر ابيض، خليتني انا ومراتك قاعدين في نص الليل. هو في حد يا ابني يعمل كده؟ مش انا عملت كده؟ اه يبقى فيه. يا سلام يا اخويا، وبعدين انا سمعتكم امبارح بالليل وانتوا بتناقشوا، بس انا ما رضيتش اتدخل، عارف ليه؟ علشان احنا ايه الظرف اللي انت فيه ده؟ لا يا اخويا، علشان هي عندها حق المره دي.
عندها حق، دي ولية حقودة اهي، دي بقى وامثالها اللي بيقولوا عليهم اعداء النجاح. طب وطي صوتك بقى علشان انا سمعت انها اشترت تليفون ب 8000 يورو عشان تتجسس عليك. عبيطة، لو كانت ادتني 2000 جنيه كنت اعترفت لها بكل حاجة. يا وانا كل اصحابي اتجوزوا وطلقوا في نفس السنة، واضح ان في مشكلة كبيرة في الجيل كله. ده الجيل بتاعكم ده احلى جيل. طب ده انا واخد كتكوتة صغننة كده من الجيل بتاعكم، اخر دندشة ومدلعاني اخر دلع. بس بقى يا شفيق والله كده شوقتني للجواز. لا انت ما شفتش بقى المدام، ده المدام عليها حتة وسط ملوش حل. يا انكل شفيق شوقتني للمدام. بابا. نعم. عاوز فلوس. فلوس ايه يا ابني اللي انت عايزها؟ يا ابني انت كبرت وبقيت زي الشحط، روح شوف لك شغلانه بدل ما انت عايش على فلوس ابوك يا اخي. صدقتيني؟ صدقتيني لما قلت لك بقى انه اتجنن رسمي؟ هو في حد يعمل اللي عمله ده؟ يا بنتي ده هيجنني، ده بقى بيجيب لي تهيؤات. طب والله العظيم حرام عليك يا سلمى، ده كان دمه خفيف قوي الشيخه يا مرفقه.